في هذا اليوم إيفاء بحق تلك السيدة الجليلة نتحدث قليلا عن تلك السيدة الطاهرة فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. كان لها امتياز خاص من بين بنات الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم كما يروى جاء في الروايات أنه أنجب 4 من البنات، وكانت فاطمة أجلهن قدرا وأعلاهن منزلة، وأيضا كذلك كانت ذات فضل وعلم ورجاحة عقل، وقد رويت روايات في رجاحة عقلها وفضلها، وإلى درجة أن هناك أن بعض النساء كنا يسألنها ويستفدن منها، وفي بعض المواقف أنها حينما سئلت فأجابت وأعجب بأجوبتها. أبوها الإمام موسى عليه السلام فقال فداها أبوها فداها أبوها، إعجابا وإكبارا لها. إذن الذي يظهر من التاريخ وما كتب عنها أنها لها تميز خاص بين أخواتها، يعني تميزت على أخواتها علما وفضلا ومنزلة وقدرا. نهلت العلم والمعارف من أبيها وأهل بيتها، فوصلت إلى ذلك المستوى الرفيع. لها سند في الروايات متصل، ولها روايات ترويها بسند متصل إلى جدتها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، تروي عن آبائها عن الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام بسند متصل إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. وذلك السند المتصل ترويه ليس عن الرجال، يعني ليس متصل عن أبيها عن جدها، لا، عن الفاطميات العلويات عن سيدات بيت النبوة، فهي تروي بسندها ذاك متصلا بالسيدة زينب بفاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه خاصية في ذلك السند، هي تروي بذلك السند المتصل، وقد روت بعض المرويات بسندها عن سيدات بيت النبوة التي أنهتها إلى فاطمة الزهراء عليها السلام. وهذا يدل على جلالة قدر، يعني أنها ليس فقط تروي بسند عن آبائها من الرجال، وإنما تروي أيضا بسند عن أمهاتها من النساء الجليلات ذوات القدر. فهذا يكشف عن علم وعن معرفة عندها صلوات الله وسلامه عليها، وأيضا أنها كانت ذات علاقة خاصة بأخيها الإمام الرضا عليه السلام. رحلت أو هاجرت من المدينة المنورة إلى خراسان بعدما استقر الإمام الرضا عليه السلام بخراسان بمدينة ميرو، وخرجت من المدينة قاصدة ميرو، وطبعا ميرو بعيدة جدا، والسفر في ذلك الزمان متعب على الجمال ومسافات طويلة، يستغرق شهور في ذلك الزمان، هذا طبعا يستغرق شهور إلى بلاد الري وإلى خراسان الآن التي هي مدينة مشهد. أما إلى ميرو هناك في كازاخستان العاصمة الكبرى التي كانت عاصمة الخلافة الإسلامية أيام المامون، فهذه تأخذ مسافات طويلة أيضا أكثر وأكثر.
لما وصلت إلى قريب بلاد الري وإلى مدينة ساوى اعتلت صلوات الله وسلامه عليها، وكانت تعرف فيما رواه آباؤها وما هو مشهور بين أهل البيت عن شيعتكم، وهذا أيضا من جلالة قدرها، يعني تعرف أن أهلكم سكانها من شيعة أهل البيت. فلما مرضت طلبت أن تنقل إلى مدينة قم إلى شيعتها ومحبيها، وكانت قم يستوطنها الأشاعرة، قبيلة الأشاعرة من أصحاب أمير المؤمنين بالكوفة، نزحوا من الكوفة واستخذوا قم موطنا لها، ودعوا أهل قم إلى الإسلام فدخلوا على أيديهم الإسلام، وتحولت ببركتهم قم إلى مدينة إسلامية منذ ذلك الزمان. فانتقلت إلى مدينة قم ولكنها لم تشفى من علتها، مكثت أياما عليلة مريضة حتى فاضت روحها إلى بارئها. وأصبح قبرها الشريف مزاراً للمؤمنين وملتقى للمؤمنين ومركز إشعاع، حيث تجمع حوله المؤمنون. والآن ولسنوات طويلة أصبحت قم مركزاً ومناراً علمياً، منهلاً علمياً يغترف منه طلبة العلم من كل أصقاع الدنيا علوم ومعارف أهل البيت، كل ذلك ببركات قبر وحرم تلك السيدة الجليلة.